بسم الله، نبدأ حالة جديدة. حالتي هتبقى طويلة لأنها مليانة فايندكس. ده راجل عنده 66 سنة، كان جاي المستشفى بيشتكي من vomiting، وتشخص كلينيكي إن هو suspected intestinal obstruction، وتركب له نيزو جاستريك تيوب وفضت 3 لتر فلويدز. تمام، هيستوري ده مهم. خلينا نشوف الكيس. الكيس طبعا عملت سي تي ابدومن ويز اي في كونتراست. رجعوا الفيديو بتاع الاكيوت ابدومن ازاي تاسس سي تي ابدومن، ده مهم. الستبس معينه عشان هنخش على الفايندنجز على طول. طبعا مفيش نيموبروتينيه، مفيش حاجه، في نيموبيليا دي أول حاجة ملاحظة. بعد كده دي نازو جاستريك تيوب اهي، و نركز في الاستومك كده. دي الاستومك، تمام. في حاجة هنا كده، وده البايلورس. الفلود بيعدي في سكتين، بيعدي من السكة دي ويروح على جوجنم، وبيعدي في السكة الطبيعية بتاعته. فاحنا كده عندنا في نوع من انواع العمليات اللي اتعملت للمريض ده. لما رجعنا نسأل عرفنا العين ده من 25 سنة او 20 سنة، عنده vague history. العملية اتعملت بسبب بيبتيك ألسر، واتعمل جاسترو جيجونوستومي، تمام، وكولودوكو ديودونوستومي. كوليدو دي معناها دي حاجة في البيليري دقت. كوليدوكو ديودونوستومي، تمام. وصلنا ال سي بي دي دايركتلي على الديودرم. اوكي، فدي الفايندنجز الأساسية اللي احنا شفناها في الوهلة الأولى. طيب نبص على الباول. هل اي حد فيكم جاله امبريشن ان ده ان دي حاله سابستراكشن؟ احنا ما فيش ولا باول لوب دايليتد، والمريض كلينيكلي اوبستراكتد، بس الاوبستراكشن اتحل او اتحسن لما ركبوا نيزو جاستريك تيوب. لما تلاقي الفك الباترن ده اوف هيستوري، انت غالبا بتفكر في حاجه بروكسيمال باول اوبستراكشن، لانه تحسن مع النيزوجاستريك. اوكي، فانت بتفكر في حاجه مثلا في الجاكشن بين الديودينم والجوجينم. في الجوجينم ده اخرك يعني، ممكن بروكسيمال اليوم مثلا. اوكي، لكن نظره سريعه عن الكونتراست كده، يعني ايه، مفيش تفاصيل زياده حتى بص عليها، بس انا عاوزكم تركزوا دلوقتي على الباول. ولو حد شايف حاجة غريبة ظهرت او هتظهر يقول لنا. مش عارف يقولنا ازاي، بس يلا ماشي. احنا بنشتغل one way learning او teaching. ايه البتاع دي؟ شايف المنظر ده؟ المنظر ده موجود جوه small bowl. المنظر ده شبه الحاجات اللي موجودة في الكولون، كأنه في كام متر. خلاص، منظر غريب، في حاجة هنا. طيب يعني مفروض في السمول باول انت ما تشوفش في كام متر خالص، او اي حاجة تشبه في كام متر. اوكي، عملنا ارتيريال وشفنا كويس الفيز، وبعد كده شفنا الفينس فيز. اوكي، خلينا نسكرول كده. دي ماشي ماشي ماشي، برضو الحاجة اللي هي غريبة دي موجودة، مش enhancing. أنا دي حاجة جوه اليومن، مش ميورال ليجن يعني، دي حاجة جوه اليومن. اوكي، وفي بعض الفايندرز برضو هنشرحها، لكن خلينا نركز أكتر في ايه هي الحاجة اللي موجودة هناك دي. أنا وبيني وبينكم يعني الحاجة دي مش مريحاني خالص، أنا شكيت فيها وكنت عاوز اتاكد تماما ان ده فعلا حاجه فورين بودي او
فكرت في كام حاجة بصراحة يعني. أول حاجة جت في بالي حاجة اسمها الجوزي بايبوما. جوزي بايبوما دي هو accumulation ل foreign material، اللي قد تكون شعر، قد تكون الفايبرز بتاعت الفيجيتابلز، تتكون في ممكن تتكون في الاستومك، ممكن تتكون في الديودينم، ممكن تتكون في البروكسيمال باول. هو فكرته يعني كده بالبلدي، هو يعني حاجات فايبرز بتقعد تتجمع على مدار وقت طويل، سنين مثلا، وتعمل كورة أو تعمل كالكوعة وتسد حد مانفست امتى، لما هي تسد الباول، بتعمل ميكانيكال ستاينال اوبستراكشن. ف كنت مع الجراح واقترحت عليه ان احنا ايه شرب العيان ده صبغه لها اكتر من هدف. الهدف الاول ان احنا نشوف الاستومك كويس ونشوف الاناستيموز ده الحاصل، ده حاجه قديمه جدا معموله، ديك شايف كونتراست وسط دخل مباشره على الجوجنم. ازاي بتعرف ان هو الجوجنم؟ بتلاقي فولدز في كتيره. اوكي، وبعد كده هنروح على الكتلة اللي احنا شاكين فيه دي، اهي الصبغة عدت منها، معناه ان الاوبستراكشن اتحسن شوية. تمام، ان الصبغة عدت، اوكي، وصلت للإيليوم والديستلجوجنم وكده. اوكي، طيب، فاحنا لما كتبنا الريبورت والله كتبنا يعني الستيت اوف ذا باول، واول ما عملنا الفحص الباول ما كانش دايليتد، بعد كده شربنا صبغة وشفنا صبغة عدت من كذا من الجاسترو جينوستومي والكلام ده، وان احنا في فورين بودي او حاجة غريبة موجودة طولها مثلا 6 سنتي، وان هي دي كانت الوستراكتنج ليشن. وبلغنا الجراح بالفايندنجز اللي موجودة دي، وفعلا عند دخل الاو ار وكانت دي النتيجة، هي دي الكتلة اللي كانت قافلة الجوجنم وعملت ستانل اوبستراكشن. هو الجراح بلغني ان دي عاملة كأنها زي فيكولس ماتيريال هاردن فيكال ماتر موجودة في الجوجنم، مادة غريبة يعني، وان هو دي تالت مرة يشوفها في حياته يعني، وكانت مصاحبة برضو للعملية اللي اتعملت للتريتمنت اوف ذا بيبتيك ألسر او الجاسترايتس اللي كانت الجاسترو جوجنوستومي. دي عملية قديمة ويعني ما عنديش عنها تفاصيل كتير كلينيكية. تمام، فده احد انواع ال سنر بستركشن، نتيجة ايه؟ نتيجة حاجة ميكانيكال. حاجة ميكانيكال ده اندو ليومينال، لان في ميكانيكال بستركشن نتيجة ميورال ليجنز تيومر. اوكي، ف لو احنا حابين جينا نبص على التقرير، تمام، تكتب التقرير كده، اوكي، الباول ستيتس النيزو جاستريك جاسترو جينوستومي اند كاردوكو ديجنوستومي ار سين الجوجنم دي في حاجة كويسة ان انا قريت التقرير، انا كنت ناسي اللي اوريكم الموضوع ده. شايف الجوجنم، الجوجنم موجود في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، كل ده جوجنم، عارفين هو الجوجنم عشان الفولدز الكتير اللي فيه دي الميكوزال فولدز. تمام، هو موجود في الرايت سايد اوف ذا ابدومين، هو المفروض يكون فين؟ في الليفت سايد اوف ذا ابدومين. ففي نوع من انواع المال روتيشن في الحالة دي، بس المال روتيشن ده هو عنده مولود بيه يعني، مش هو سبب الاوبستراكشن في الحالة دي، او قد بيكون هو سبب الاوبستراكشن، لكن هو هنا مش سبب الاوبستراكشن. زائد برضو ان الريليشن ما بين السبيرمز تريك ارتري وفين بريزيرفت، فهو برضو مش كومبليت مال روتيشن، هو انكمبليت وما كانش عامل عنده اي مشاكل يعني. اوكي، نرجع تاني للريبورت. هو بتوصف طبعا ان بيت الباول، زي مثلا انت عندك هنا في الكولون عندك شويه ده فيرتيكولوزز، مفيش اي انفلاميشن فيهم، بس بتقولهم برضو
يعني شخص يبقى عارف. المهم ووضحنا ان مفيش اي باول دايلاتيشن حاصل وقت التايم اوف اكزامينشن، احنا عملنا فحص سي تي مفيش، او بنقول للجراح يعني الكلام ده. بعد كده شربنا العيان صبغه ونشرح اللي احنا عملناه، ولقينا بقى الاندوليومينال اوفال شيبد فيلينج ديفكت ماتيريال سين از تيست جوجينم شوينج هيتروجينس تكشر وذ فيو ايرفوساي وزنت بارشلي اوبستراكتنج ذا هيومن ميجرنج 6 سم مثلا ذا اورال كونتراست ماتيريال باسس بس يعني عدد الماتيريال وصلت الإليم. فأنا بقول له إن هي دلوقتي مش obstructing mass كوري الفورين بودي. أنا كنت وقتها شايف إن هي غالبا تطلع جوزي بايبوما يعني، بس هي طلعتش كده يعني. جوزي بايبوما بتبقى شكل نفس المنظر ده، بس الإير أكتر بكتير يعني، بيبقى فيها إير كتير جدا. إن هي بتبقى عبارة مثلا عن كتلة من الشعر، كتلة من vegetable fibers وحبسة جواها هوا كتير. تمام. وكلامنا على الـ على الديفيرتيكولوز. اوكي، فدي كحاله انستان اوبستراكشن السبب اتعرف وخلاص. طبعا انت بتكمل السبع اسئله اللي قلنا بنجاوبهم في موضوع انستان اوبستراكشن، واهمهم طبعا ان الوول اوف ذا باول ما فيهوش اي نوع من انواع الاسكيميا ومفيش بيرفوريشن. راجعوا الفيديو بتاع الانستان اوبستراكشن عشان تجاوبوا على السبع اسئله يعني، لازم تجاوب عليهم في الريبورت بتاعك يعني. ايه بقى الحاجات التانية؟ الحالة دي مليانة findings خلاص. وزي ما تركوا قبل كده لما يكون عندك arterial phase في اي case، اي case CT abdomen لازم تبص على basal chest وتحاول تطلع pulmonary embolism، لان انت هتلاقي ان في pulmonary embolism لازم تدور عليه مباشرة. حتى لو حالة clinically مفيش اي suspicion للpulmonary embolism، بس الحالة دي شايف الامبوليزم داخل هايبودنس ماتيريال داخله في البلمونري فاسلز خلاص. فطبعا انت تقول له برغ جراحه حاجه مهمه جدا، ومهمه جدا دكتور التخدير يعني هيتعمل بريكوشنز وهيتعمل العين هياخد برضو علاجات بعد كده عشان البلمونري امبوليزم ما تزيدش. طبعا لازم يعمل ايه دوبلر عشان نشوف السورس ونشوف طبعا يعني تمام. بعد كده محتاج يعمل يركب اي بي سي فلتر عشان ما يجيلوش الكرنت بلمونري امبوليزم. المهم فدي من اول الحاجات اللي انت ايه مهم ان انت تقيمها يعني. حاجه حابب برضه اوريها لكم، لما حقنا العين لما شربت الصبغه زي ما قلنا عدت من جاستروجينوستومي، وفي نفس الوقت حصل ريفلكس للصبغه دي من الديودينم على السي بي دي. اوكي، وطبعا دخلت في البيليري سيستم، فده يخليك تفكر يعني ده فعلا ممكن يجيله ريكارنت كورنجايتس. ويفصل لك برضو موضوع ان موبيليا ان مفيش فالف في المكان ده. انت طبعا عارف ان السي بي دي بتخش في الامبولا اوف فاتر عشان وده فيها فالف، وده اللي بيمنع ارتجاع الهواء والكونتنت اوف الديودينم للسي بي دي. هنا انا عامل عمليه موصل السي بي دي على الديودينم مباشره خلاص. فهتلاقي كونتراست ريفلكسنج ومعها النيمو بيلي. اوكي، الحاجه بقى المهمه كمان خلينا نقول بس الحاجات الرفيعه الاول قبل ما نخش على المهم التاني دوت، عشان كانت تبقى هدنه كده استراحه ليكم من الديتيلز. الليفر سوري البانكرياس، شايف فاتي انفلتريشن اوف ذا بانكرياس بتقولها يعني حاجه من رقم قوي بس بتقولها وخلاص. هتلاقي ان هنا في كتله موجودة في الأدرينال، فتروح جاية على ال نان كونتراست إيس الدنسي بتاع 3-12، فدي ليبيد ريتش أدرينوما خلاص. برضو هتروح على البلفس هتلاقي إن في أكيوميليشن أو إنكريس الأماونت والفوليوم أو ذا ميزنتريك فات اللي حوالين الريكتم والسيجمويد. يعني دي هنت تخليها بس في بالك ان قد تكون العيان ده كان عنده زمان inflammatory bowel disease. تمام، خليها في بالك يعني، دي من الساينز اللي بتساعدك لو انت عندك other signs يعني ترجح القصه بتاعت inflammatory bowel disease يعني خليها في بالك. اوكي، امبليكس هيرنيا صغيره left inguinal region فيها هيرنيا صغيره برضه اهي. اوكي، ايه تاني findings بسيطة، بس أعتقد إحنا قلنا أغلب findings بسيطة. إحنا كنا خلاص يعني تقريبا يعني بقفل الريبورت
بس لازم طبعا في الاخر يطلع لك كده ايه حاجه تحيرك. عشان كده بقول لك لازم الكيسز تفحصها ميتيكيولس. في اخر ثانيه من الفحص لقينا ايه الليجن ده بتاع اوف ذا ليفر. ليجن محير جدا، وللاسف طبعا ما اتاخدش دليل على الليفر، فما كناش عارفين ايه ده بالظبط. واحنا في arterial phase، ما لا arterial venous phase. بس الليجن ده عبارة عن ايه؟ الكور بتاعه او السنتر هايبر انهانسنج، وحواليه هايبو انهانسنج ريم، وحواليهم نوديولز كده صغيرة فيها انهانسمنت، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا مثلا. وجينا في الفينس فيز نشوف الليجن ده عامل ازاي. الكور انهانسنج، وفي زي كبسول او في ريم نون انهانسنج خالص، وحواليها برضه انهانسمنت. ده بتاع غريب جدا، احنا لسه ما وصلناش بصراحه للتشخيص. لان الحاله دي اما تقوم بالسلامه ان شاء الله من العمليه هنعمل لها ترايفيزيك ليفر محترم، وغالبا هنعمله على الام ار اي. هنعملها ترايفيزيك ام ار اي ليفر عشان نشوف الليجن ده. وعايز تكون ان شاء الله لو يعني الحاله رجعت لنا تاني هوريكم الليجن ده طلع ايه في الاخر. بس فعلا الباترن ده غريب، ليه ديفرنشال دايجنوزز، لكن ما ينفعش عارفين نوصل لحاجة سوليد اللي احنا مش معانا ديليت. حاجة أخيرة فايندنج جميل، يعني بص هنا في فيسلز كتير، فينس فيسلز، ده دي كافرنومتاس ترانسفورميشن اوف ذا بورتال فين، معناه ان عندك كان حصل له قبل كده بورتال فين ثرومبوزس، وحذر كاف ان بيبقى بيتحول البورتال فين لمجموعه من الفينيولز الكتيره في البورتا هيباتس يعني. زائد ان الوول اوف ذا سي بي دي، انت واخد بالك دي السي بي دي، ده الوول اوف ذا سي بي دي، شوف مليان فيسلز، مليان فيسلز، مليان كولاترالز، يعني مليان فينس كولاترالز. ده في بعض الحالات، في بعض الحالات الفيسلز اللي موجودة في ال wall of the CBD بتكون هي السبب في حدوث obstruction في البيليري سيستم. في ما عندك mild أو mild to moderate intrahepatic biliary dilatation، ويكون السبب هو ال mass effect of the mural venules أو mural venous collaterals اللي موجودة في ال CBD. ودي حاجة بنسميها ال portal بايلوباسي. دي انتيتي خليها في بالكو، وان ما بتشوفوهاش لا كتير ولا قليل، يعني بتحصل بتشوفوها، لكن لو انت مش عارف الانتيتي دي مش فعلا مش هتعرف ايه سبب الاوبستراكشن. يعني ان انت what the mind don't know the eyes can't see. اوكي لو بص بص بقى على الريبورت، في ليجن تاني برضو شبه اللي في الدوم موجود في سيجمنت 6، نفس الوضع بالظبط، حاجة كده قد تكون هيمنجيوم، يعني دي ممكن تبقى هيمنجيوم، ممكن اللي فوق تبقى ايتيبيك هيمنجيوم، ممكن تكون بسم الله الرحيم اللي هو الليجن اللي هو اللي موجود في الليفر، افتكره ثانية واحدة، ممكن تبقى البيديوزيس هيباتس، ده برضو من الفاسكولار ليجنز اللي بتحصل في الليفر. بس انت محتاج دريت عشان تقيم الليجن ده والليجن اللي تحت، تمام؟ فبص كده مثلا على الريبورت، بعد كده الليفر في ديسمورفيك بارينكيما، الكوديت كبيرة الكوديت لوب كبير والليفت لوب صغير. الليفت لوب صغير ممكن نتيجة ريكارنت كولانجايتس مثلا وفلاميشن في الليفت لوب اوف ذا ليفر قللت حجمه، او نتيجة الديزيز الاصلي بتاع الليفر مثلا النيمويليا. وبتوصف الليجنز اللي موجودة في الليفر والانهاسمنت باترن بتاعها، وبتطلب لها الترايفيزيك يعني، تمام. كبرنوف ترانسفورميشن بس بورتال بايلوباسي، وشوية بقى الحاجات اللي هي ايه الرفايع اللي انت شفتها. اوكي اتمنى تبقى الحالة استفدت منها، يعني تتعلم ان انت تكون على تواصل مع الجراح عشان تعرف الهيستوري كويس، وفي نفس الوقت تتناقش لو انت حبيت تجيب العيان تاني عشان تشربوا مثلا صبغة لغرض ما انت عاوز تعرف حاجة معينة. فدي teaching point مهمة، زائد موضوع البورت البلمونري امبوليزم.
دايما لازم يكون في بالك عشان not to miss any case of pulmonary embolism. الحرقان ده ما كانش بيشتكي من الصدر، فما كانش في احتمالية كلينيكي خد بالك من حاجة. العيان ده كان لو ما اتعالجش كويس ودخل عمليات وطلع وعين جاله بالمونيوم امبوليزم، هنخش في مشكلة هي ان العيان ده جاله بوست اوبرتيف بالمونيوم امبوليزم او بوست اوبرتيف دي في دي، ودي تبقى مشكلة للجراح وللمريض وبتعمل مشاكل ودوشة يعني ملهاش لازمة. انما لما بكون عارف من الاول ان العيان ده داخل معاه بالمونيوم امبوليزم، فانا هبقى كدكتور تخدير وعامل حسابي وكجراح عامل حسابي والاهل عارفين وبياخدوا التريتمنت بتاعتهم، وان شاء الله العين ده يعدي ويكون كويس باذن الله. اتمنى تبقى الحلقه عجبتكم، و الى لقاء مع حلقه قادمه.